ونبغي ناكد لكم واحد الخبر نعطيه لكم نتوما. اول بريزون شارج دارها مواطن البارح من كان في الراميد ولا في لامو، دارها على عمليه ديال القلب المفتوح في احدى المصحات في الدار البيضاء. الكلفه ديال العمليه هي 130 الف درهم. تخيلوا هذا المواطن اللي 130 الف درهم واللي يعيش في الراميد، اليوم هذه العمليه دارت بعدا بالمناسبه، لان البارح توصلت الاداره ديال سي ان اس اس بلا بريزون شارج بلا دوموند لا بريزون شارج وجاوبات، والسيد الان راه سوف يعني يقوم باجراء عمليته وهو مطمئن البال. هذه هي التحولات التي تحدث في المجتمع والتي يجب ان ننتبه لها.